مدينة مأرب توشك على الغرق، ليس بفعل السيول والأمطار أو أي كارثة طبيعية، بل بمياه المجاري التي تشكل خطرا على كل المارين في شوارع وأزقة المدينة التي تكتظ بمئات الآلاف من المواطنين بعد أن كانت مدينة يسكنها الآلاف. في الأونة الأخيرة شهدت محافظة مأرب ازدحام سكاني كبير ما أثر على الصرف الصحي وخروج إلى الشوارع، امتلاء البناء العشوائي، أيضا تساقط آبار أو حفر الصرف الصحي في المحافظة أصبح بشكل كبير جدا تشهده المحافظة بسبب الازدحام السكاني وكذلك بسبب البناء العشوائي وعدم الترتيب. الحفر العشوائي للبيارات بهذه الطريقة واحدة من الكوارث البيئية التي تهدد المحافظة الرملية التي تمثل البيارات خطرا كبيرا فيها، إضافة إلى أنها لا تخضع للمعايير والإشراف من قبل الجهات المعنية، وهذا يؤكد الحاجة للإسراع في تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي للمدينة. نتفاجأ بأن فيه هناك انهيار في البيارات، وهذا لسوء عدم الحفر الصحيح وعدم وضع الخرسانة المسلحة التي تحمي عدم الانهيار، فنامل من مكتب الأشغال على أنه يعمل بحسب المعايير والمقاييس والتصاميم التي معمولة لحفر البيارات. وبسبب تلك الحفر العشوائية تعرض كثير من مالكي المركبات للسقوط فيها، كان آخرها سقوط 4 دراجات نارية مع مالكيها أمام أحد أسواق المدينة، إضافة إلى الأمراض والأوبئة الناتجة عن انفجارها في شوارع وحارة المدينة المكتظة بمئات الآلاف من الساكنين. استطاعت مأرب تجاوز ملفات عدة، بقي مشروع الصرف الصحي التحدي الأهم أمام السلطة المحلية الذي يستوجب العمل بشكل عاجل من أجل تجاوزه. خليل المليكي، سهيل، مأرب.